تم افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها 800 ميجاوات في قطر يوم الثلاثاء والتي بنتها شركة صينية حيث حضر حفل الافتتاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي ومسؤولون آخرون تعد محطة الخرسعة أول محطة لتوليد الطاقة بال وقود غير الاحفوري في قطر وواحده من اكبر محطات الطاقه الشمسيه في الشرق الاوسط كما يعد تشغيلها امرا بالغ الاهميه لتطوير صناعه الطاقه الجديده في قطر تقع محطة الخرسة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 ميجاوات وتكلفة إجمالية تبلغ 467 مليون دولار على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة الدوحة وتبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومتر مربع وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوح شمسي وبدأ المشروع في يوليو عام 2020 بمقاوله ثلاث شركات صينيه وهي مسؤوله عن تركيب الدعامات والوحدات الكهروضوئيه بالاضافه الى بناء محطات معززه داعمه ومحطات اتصال الشبكه تم اعتماد المشروع بطاقه انتاجيه 800 ميجا وات وجميع المعدات هي صينيه تمثل هذه المعدات اكثر من 60% من اجمالي الاستثمار مما يعزز العلامه التجاريه الصينيه بشكل اكبر وحصتها السوقيه في الشرق الاوسط ويبرز مزايا تكامل سلسله الصناعه باكملها ويخلق صوره جيده للشركات الصينيه في الخارج تعد محطة الخرسعة أول محطة طاقة كهروضوئية أرضية كبيرة متصلة بشبكة كاملة السعة في قطر والتي يمكنها تلبية 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد مما يزيد بشكل كبير من نسبة استغلال الطاقة المتجددة في قطر ويقلل من انبعاثات الكربون كما أنها خطوة مهمة بالنسبة لدولة قطر للوفاء بالتزامها باستضافة كأس العالم الأخضر